بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نستكمل باقي مناقشتنا في شابتر 14. طبعا وصلنا لقيت لمرحلة إنه نحل، إن شاء الله نبدأ بحل الأسئلة إن شاء الله تعالى. السؤال اللي حاخده معاكم حيكون سؤال إن شاء الله 75. طبعا الشباب زي ما فهمتكم في المناقشة السابقة قلت لكم إنه ما بي يعني بيجي غالبا حيجيكم مع شابتر 11 مدموج. كيف يعني؟ أو بمعنى الكلمة كيف؟ يعني مثلا هذا السؤال ممكن يجيك عادي، هذا السؤال بس يكون مبني على ايش؟ يكون ثواني بس، ايوه طب هات نجرب هنا ايش بدنا. شابتر 11 يعني مثلا كيف يعني قصدي؟ يعني مثلا ممكن يجيكم انه ايش؟ هنا في هذا السؤال زي هيك، هذا السؤال ويكون جايب لكم مثلا تكملة الخاصة فيه زي هيك. طبعا الحرارة هنا ايش مهمتكم انتو؟ تجيبوا التي وتجيبوا الانثالبي، وباقي البروبرتيز تقدروا تجيبوها مباشرة من خلال الجداول. بعدين ايش بقول لك؟ ندخلها على هيتينج، بعدين بقول لك اعملها دي هيوميديفاينج باستخدام اللي هي موديفاير هذا، تمام؟ هاي زي ما انتم ملاحظين ممكن تيجي السؤال زي هيك، فما تستغربوا يعني انك تحل شابتر 11 بعدين تطلع عندك طبعا قيم هنا اللي بهمك التي والانثالبي، تمام؟ ما بعدها بتبدا يعني تشتغل عليه انه هي مثلا طلعت التي 10 سيليزيوس وطلعت الانثالبي مثلا كذا كذا، تقدر تجيب الدبليو الفوليوم في سبيسيفيك فوليوم والى اخره، تمام؟ فانتبهوا لهيك شغله، بس هي الفكره تاعت مش الفكره يعني هيك بيجي يعني، وصعب شويه لكن يعني غالبا هيك بيجي في النهايه. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا في شابتر 15 ما بدنا اياه، شابتر 15 نرجع لسؤالنا. احنا بدنا نحل اليوم ان شاء الله سؤال 75 شباب، عشان انا اقدر اشوف الهاند. بسم الله. طيب هل جيت بقول لي an air conditioning system operates at a total pressure of one atmospheric pressure and consists of a heating section and a humidifier that supplies wet steam. طيب ال wet steam هي داخل من هنا، بقول لي ايش هذا ال wet steam؟ saturated water vapor at كم؟ 100 درجة سلسيوس. يعني هذا بنجيبه مباشرة من جداول ايش؟ saturation. اوب ليش طفى من حاله؟ لا اله الا الله. documents غريبة غريبة. ايش بدنا كمان؟ تيبلز. خلاص هي بدنا اياها. لا اله الا الله محمد رسول الله. عجيب امر اللابتوب. على الله يعلق. طيب بس كومنت هادي خمس. تمام محل صليب. هل لقيت ايش بقولنا؟ هذه من خلال ايش شباب؟ حنجيبها من خلال جداول الساتشوريت، من جداول الووتر، تمام؟ جداول الووتر طبعا زي ما انتم عارفين اللي هي اول جداول. طبعا حنجيب ايش عندها؟ حنجيب الاتش. طيب هي ساتشوريت. طيب مديني اياها عند ايش؟ عند واحد اتموسفيرك بريشر. اتموسفيرك بريشر ايش معناتها؟ يعني 101.325 اللي هو هذا. طيب ات ساتوريتد فيبور يعني ايش؟ اتش جي يعني ايش؟ ايش حتطلع الخاصه فيها؟ الاتش الخاصه فيها بالضبط هي اللي هي هذا الرقم 2675. 2600 175.6 كيلو جول بالكيلوغرام. كيلوغرام
اللي هو هذا بنسميه مثلا على فرض اتش دبليو مثلا، تمام. هذه عندي النقطة واحد، هذه النقطة اثنين، هذه بعد الهيتنج، هذه النقطة ثلاثة بعد دي عملنا هيوميديفاينج إضافة للرطوبة. طيب هل جيت شو بقول لي كمان؟ Air enters the heating section at 10 سيليزيوس و 70% relative humidity. Relative humidity زي ما انت عارفين اللي هو الفاي. طيب at rate، الريت اكم اللي هو ايش؟ فوليوم فلو ريت مديني اياه. الفوليوم فلو ريت الخاص فيه مديني اياه 35 متر مكعب بير منت. طبعا ليش هذا؟ عشان بدل ما اجيب لقيت بالكيلو جول بير كيلو جرام، بصير اجيب بالكيلو وات وبالوات بشكل عام، تمام. And it leaves the humidity the hum لا it leaves the humidifying section at 20 Celsius and 60% relative humidity. Determine the temperature and relative humidity of air when it leaves the heating section. يعني بده إيش؟ بده T 2 والفاي 2. طيب هذا في مطلوب به، في مطلوب به the rate of heat transfer in the heating section. الكيو الخاصة اللي انتقلت من هنا لهنا قديش الكيو دوت؟ طيب سي the rate the rate at which water is added to the air in the humidifying section اللي هو بده الماس water دوت، تمام. طيب اول حاجة شباب حنسويها شو؟ حنسوي اول شيء حنقطع هنا القصص الفارغ، يعني حناخد الامورنا هنا هالجيت ننتقل لهنا. تمام هذه قال لي 20 سيليزيوس وهذا الفاي قال لي كم؟ 60% وصلناها. هذه قال لي تي 10 سيليزيوس وقال لي الفاي 70% وقال لي كمان شو اسمه الفوليوم فلوريت 35 متر مكعب بير مينيت. طيب وهذه الكولينج هيت. طيب هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة. كم كنترول فوليوم ممكن اعمل في الشكل عشان احل السؤال؟ عشان نحل السؤال اول شيء هعمل كنترول فوليوم ما بين هذه وهذه، واحد واثنين. طيب بعدين هعمل كنترول فوليوم ما بين هذه بين اثنين وثلاثة، بعدين ححل. طيب هل قلت شباب نبدأ بالحال؟ أول إشي بدي أسويه أنا لازم أوجد الانثالبي وال والهيوميديتي ريشيو والسبيسيفيك فوليوم والأمور هاي. طيب بشكل عام هل قلت إيش حسوي؟ أنا عارف إنه عندي تي بتساوي 10 سيليزيوس. إحنا قلنا عشان نستخدم بايزومت السايكومتريك تشار لا لازم يكون عندي مع اثنين شغلتين معلومات على الأقل، يعني 70%. حروح شباب على السيكمنتريك تشار موجود عندكم في هنا، أكد لأن أنا شوي شايفه. هيا شباب هوم رايت هل قد ايش عندي؟ عندي درجة الحرارة 10 سيليزيوس بينما الريلاتيف هيوميديتي 70%. هل قد نيجي هاي خط وين خطوط الريلاتيف هيوميديتي؟ هدول الميلات اللي زي هيك. هات ناخذ خط الميل هذا اللي هو تاع الخاص بالريلاتيف هيوميديتي، هذا 80. وين 70؟ 70 هي اللي هو هذا، هذا خط 70.
طيب مديني تي 10، تي 10 معناتها شباب درجة قاس، قال لك تي 10 معناتها الدراي بالب تمبرتشر، يعني معناتها اللي هو هذا الخط. فهي العشرة تمام بقطع هنا تقريبا. طيب هل لقيت الخطوط؟ انا بدي اجيب الانثالبي، الخطوط المائلة هذه عشان قصة الانثالبي. هنا تقريبا هاي الاتش هنا واحد، طيب وهنا تقريبا انا اهم شغلتين بدي اجيب الانثالبي والش اسمه وال اللهم صل محمد وال الهيوميديتي ريشيو الدبليو تمام. وبدي كمان اجيب ايش هذه بوينت 8 اللي هو السبيسيفيك فوليوم، هذه بوينت 82 وهذه بوينت 81 تقريبا، يعني بده يطلع بوينت 8 تقريبا بوينت 81 نعتبره. طيب هل لقيت انا ايش عندي؟ جبت من خلال هذول المعلومتين جبت انه الاتش واحد تقريبا طلعت معايا 23 كيلو جول بالكيلوغرام. إيه هذا الاتش واحد عندي كمان الدبليو واحد، هيا هذه هنا الاتش واحد تقريبا 23، الدبليو واحد تقريبا 5.5. هل لقيت شباب بتنتبهوا لشغلة انه هنا لما تقرأ في الجدول convert لو عملناه ل rotate right اقرأ ايش بقول هنا humidity ratio w grams moisture per kilogram dry air. طبعا انتم عارفين انه w قلت لكم كيلوغرام للووتر فيبر تمام على كيلوغرام للدراي اير، لكن هنا بقول لي بالجرامز. طب انا بدي احول هذا الجرامز، عشان احولها لازم ايش اضرب في 10 او سالب 3، فايش بسوي هنا عشان يكون نفس الشيء 10 سالب 3. طبعا الافضل يا شباب والادق انكم تحطوا كيلوغرامز، انا عارف كيلوغرامز على كيلوغرامز بروحوا، بس الافضل عشانهم مختلفات في الكم في النوعيه، يعني هذه الشيء نوع هذه ووتر فيبر بينما هذيك ايش اسمه H2O مش H2O شيء، وكيلو جرام بير هنا دراير تمام باش ما ننسين هيك تمام. تمام ايش اجيب عندي الفوليوم فلوريت سبيسيفيك فوليوم، عفوا السبيسيفيك فوليوم تقريبا يا شباب 0.1. طيب هذا بالنسبه لاول شيء. هل قلت شباب شو عندنا؟ حنعمل الكنترول فوليوم الاول، في الكنترول فوليوم الاول في شغلتين نعمل اول شيء الماس اناليسيز والانرجي اناليسيس. في الماس اناليسيس شباب احنا عارفين اول شيء طبعا الماس للدراير عارفين انه ثابت في جميعهم 2 وهنا 3 وبساوي ام اير بشكل عام. طيب شو بساوي كمان الفوليوم فلوريت على السبيسيفيك فوليوم؟ طيب الفوليوم فلوريت كم طلع معانا شباب 30، اللي هو ايش بساوي 30 35 ولا 30 نسيت والله 35 ولا 30 وين راحت هي 35 شباب عفوا 35، بس قال لي ايش شباب متر مكعب على كيلوغرام يعني على على منت عفوا، فبالتالي بقسم على 60 عشان ايش بضربها يعني السكند اللي تحت بضربها ب 60 عشان تصير المنت اللي تحت بضربها ب 60 عشان تتحول لسكند تمام على 0.81
يعني بيطلع في النهاية معي 35 تقسيم 60، 35 تقسيم 60 تقسيم 0.81، 7.2 تقريبا بيطلع. بيطلع يا شباب 0.72 كيلو جرام بير سكند. تمام، هذا بالنسبة ل... طيب بالنسبة لرقم 2 طبعا عشان نفصل بينهم. بالنسبة لرقم 2 احنا عارفين يا شباب، هي حتى هي رقم 2 بتزبط هنا بالضبط. احنا عارفين انه هنا صار بس هيتنج، هل انا ضفت ماس ثانية او اشي، ماس ووتر فيبر او اشي، او عشان اعمل رطوبة؟ لا، انا بس سخنته. طيب مع الصبر هذا الرجاء تاني هيك رايت ليفت تاني، معنات انه سخنته انا، انا هلقيت هنا، انا هنا هي هذه النقطة، انا معنات انه سخنته انا قاعد بمشي في المنطقة هذه رايح هيك. بدام رايح هيك انا لا ضفت اشي ولا سويت اشي، فبالتالي ايش الريلاتيف ريشيو او اللي هي عفوا الهيوميديتي ريشيو، الهيوميديتي ريشيو زي ما هي. طب ايش كيف زي ما هي؟ يعني رياضيا كيف زي ما هي؟ بقول له زي ما هي كيف؟ انه الماس ووتر الماس ووتر فيبر الاول هي نفسها الماس ووتر فيبر الثاني. طبعا دوت عشان خلص جبناه بالسكند. طبعا هذه واحد ام اي دوت، هذه اثنين ام اي دوت، هذه وهذه بروحوا مع بعض عشان متساويه. فبالتالي بستنتج ان دبليو واحد ودبليو اثنين بساوي متساويه 5.5 × 10³. تمام هيك يا باشمهندسين؟ هيك تمام حتى. طيب في الانرجي اناليسيس طبعا في السوليوشن بقول لك انرجي ان بساوي انرجي اوت. احنا بشكل عام الكيو دوت زائد W دوت دلتا H دوت زائد دلتا كايناتيك والبوتنشيالز دوت دوت، هذه فيش فيها شيء، فيش ورك عندي، فيش هنا بوتنشيال، فصفار صفار. لكن هنا عندنا ايش؟ كيو ان. طيب شو بتساوي كيو ان شباب؟ هنا من كل اللخمة اللي هنا بتساوي ايش؟ دلتا اتش. طيب دلتا اتش ايش هي؟ الدلتا اتش اللي عندي انا اللي هي الماس دوت اير في اتش 2 ناقص اتش 1. طيب اتش 1 جبناه، الماس دوت اير معروفه، لكن اتش 2 انا مش عارفها. فبالتالي خلص هذه 0.72 اتش 2 مش معروفه ناقص اللي هي 23. بوقف مش حقدر اجيبها يعني. فبالتالي خلص يعني حضطر اروح لخطوه بعدها. فبالتالي خلص بروح للكنترول فوليوم الثاني اللي هو هلقيت ان شاء الله حنعمله كومنت. لا 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 كانسل اي بنسل اللون الاسود نستخدم. هلقيت ايش حسوي انا؟ هعمل كنترول فوليوم الثاني نفس الفكره، كنترول فوليوم فوليوم 2. طيب شوفي هذه طبعا زي ما انتم عارفين ماس وانيرجي، ماس هي اناليسيس خليها في النص سيز انيرجي. طيب في الماس اناليسيس زي ما انتم عارفين يا شباب حيكون طبعا هلقيت ايش الكنترول فوليوم الثاني ما بين 3 و 2. هلقيت انا الحلو في الموضوع عنده عندي في 3 مديني 20 و 60 الفاي التي، خليها هنا التي مديني اياها 20 سلسيوس والفاي مديني اياها ايش 70%. حروح على ايش؟ حروح وين ال 70؟ هي تحت 60 ولا 70؟ ثواني مش مهم 60
لا وين أنا؟ 60 60 عفوا شباب، 60 ها 60. فايش حنزل لعند ال 60 هاي اللي هو ضخم. طيب مدينة تي 20، فها التي هي بتمثل لي الدراي بالب تمبرتشر الا اذا قال لي انها ويت بالب او ما شابه. هاي هنا تتقاطع معها هنا، فبالتالي هذا تقريبا هنا جايه تسعة أو ثمانية وإلا شوية تقريبا. هنا تقريبا هنا، فبالتالي هذه ايش تطلع تقريبا يا باشمهندسين؟ حتطلع معاكم بقدر انا بدي اهم شيء الانثالبي اتش 3 بتساوي 42 تقريبا كيلو جول بير كيلو جرام، وعندي دبليو 3 8.85 تقريبا .85 ضرب 10 سالب 3. هل لقيت ايش عندي؟ طبعا ضرب 10 سالب 3 قلنا لكم كيف، كيلوغرام الووتر فيبر على الكيلوغرام ليش للدراي. هذا اهم معلومتين لازم اجيبهم من كل يعني من كل معطى مديني. طبعا بكون مديني معطيين عشان استخدم السيكرومتريك تشارت. نيجي نحل في الماس اناليسس. احنا عارفين في واحد، طبعا هذا الخط متعرج خليه هيك. الماس اللي هو دوت اير اللي هو واحد واثنين ثلاثة والقصة السادة، واحد اير اثنين وجبناه فوق ثلاثة، جبناه فوق اثنين اللي هو هذا. هل لقيت شباب هنا احنا شو سوينا او شو عملنا؟ ضفنا ماس ووتر فيبر من ضفنا فيبر من عندنا تمام. فانا قاعد بقول ان ضفت فيبر، يعني في عندي ماس ووتر فيبر حنضيفه. هلقيت فبالتالي عندي انا بعرف، هات نشوف ايش صار عندي. هلقيت ضفت هنا فيبر والاير هذا برضه محمل في الفيبر، فالمحصله الطالعه في ثلاثه حتكون ايش؟ ناتجه من الفيبر الجايين من هنا والفيبر الجايين من الاير من الاول. طيب فحشو حقول ايش؟ ام 3 دبليو بتساوي طبعا دوت عشان احنا خلص جبناها بير سكند والقصه هذه، ففي عندنا يعني معطيات اني اجيبها بالوات والبير سكند والامور تمام. هل لقيت ايش زائد اللي هو من الجاي عندي من البايب اللي هو نزلنا فيه الفيبر اللي هو من الهيوميديفاير تمام، زائد الووتر فيبر الجاي من الاثنين. ما اكيد الدراي اير الاير هذا عباره عن خليط دراي اير ووتر فيبر. طيب ماشي تمام لحتى ما فيش مشاكل. هذا ايش بسوي لي؟ الماس دوت دبليو 3 الماس دوت هذا من الهيوميديفاير شباب، هذا هيومي دي فاير معقول كيف هنكتب لانه الواي تتحول لاي ار اي ما علينا اي اي ار تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. زائد الماس فلوريت دوت طبعا للاير في من القانون، هذا قانون بشكل عام هيك بنكتب، بتتحول هذه تقدر تحول الفيبر ووتر لماس اير في هيوميديتي ريشيو. طيب هل لقيت ايش انا مهمتي اني اجيب هذه؟ هذا اظن المطلوب الثاني بيساوي الماس اير، هذا عندي من الاول دبليو 3 قبل شويه جبتها ودبليو 2 من الاول جبتها، هي دبليو 2 هي، فبالتالي بجيب بكل سهوله بقدر اجيب ايش؟ بقدر اجيب الماس ووتر اللي دخلناه جوا اللي جاي من الهيوميديفاير اللي هو 0.72 ضرب
8.85 ناقص 5.5 وضرب 10. تنسوش العشرة في سالب 3 يا شباب، لأن الدكتور هذا بكيف على اللي بنساها، فانتبهوا لها. فبتساوي 2.412 سالب، تمام باشمهندسين؟ طيب بايش هذا؟ يعني كيلو جرام بير سكند، انتبهوا ماس فلوريت. طيب في الانرجي اناليسيس شو حنسوي؟ في الانرجي اناليسيس عارفين انه في كيو ناقص كيو صغيره هيك خليها مش مشكله، دلتا اتش زائد دلتا كايناماتيك زائد دلتا بوتنشال، طبعا هذا صفر هذا صفر هذا صفر هذا يساوي تنسوا الشباب، وهذا صفر لان لا في عندي فيش عندي هذا في حالة الفان. هذا ان شاء الله لما ان شاء الله تعالى لما تصل اتش فاك في فصل ثاني في سنة رابعة حتاخده كتير، يعني هذا حتكون من ضمن الحسابات، في عليها حسابات طويلة وعريضة، وكذلك هذه حتاخدوها من ضمن الحسابات، وهذه برضو حتاخدوها من ضمن الحسابات، بس هذا في شابتر 7 و6 اظن في الاتش فاك، وحتكون معقدة العملية، بس ما تقلق ما تقلق، يعني ان شاء الله ما يكونش بالتعقيد اللي انتم متصورين. طيب نيجي احنا عارفين المحصلة كلها الطالعة اللي هي اتش 3، يعني عندي ايش انا؟ دلتا اتش، الدلتا اتش اللي هي ايش؟ ام دوت اير في الاتش 3 ناقص مين ومين؟ حجمع هلقيت الام دوت اير في الاتش 2 زائد الام دوت W الجاي من الهيوميديفاير نفسه في ال HW. طيب احنا جبنا من الجداول ال HW، وين راحت وين راحت؟ تو والله جبناه بس نسينا وين. هاي تمام، فهاي احنا هنا جايب بتساوي طبعا صفر. طيب هل لقيت الام دوت اير معروفه، هل لقيت ايش انا عندي المجهول يا شباب؟ ال H2. ال H2 شو بساوي؟ طبعا لما ننقل هذا على الشق الثاني بعدين نرجعها، بعدين نرجع ناقص ام دبليو دوت اتش دبليو على ام اي، اسف، بتساوي طبعا اتش 3 هلقيت ناقص ام W دوت على M air دوت H W، هيك بطلع لي ال H 2. طيب هل لقيت عندي ال H 3 كم؟ 2675.6 ناقص M دوت water اللي هو ايش؟ 2.412. طب بتاعت الاير كم؟ كم بتاعت الاير؟ 0.72 هاي اللي هي 42 هادي 2.26 كم قلنا؟ 2.675.6 في حاجة خطأ. طيب شو قسمنا احنا؟ ام دوت 3 ناقص ام دوت في الانرجي بالانس، في الانرجي بالانس. طيب ال اتش 3 ال اتش 3
تطلع عندي يا شباب. في حاجة مخطئ فيها هنا أنا في ال يا هنا يا في هذه المعادلة لما نزلتها يا هنا. نتأكد بس 0.72 تقسيم 2.412 ضرب 2.26 75.6 708 مستحيل إلا ما يكون في خطأ ما. وين 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 خطأ إيه؟ شباب هيو لا لا الله، هذا ضرب 10 السالب 3 هنا. بينما هذه 72 هي خطأ يا شباب. هنا الناس اضرب في 10 السالب 3 اللي هي حتصير 2.412 ضرب 10 السالب 2.412 ضرب 10 أس سالب 3 تقسيم 0.72 ضرب 2.675.6 وتساوي 8.96326. طيب 42 ناقص هذا الجواب بيطلع يا شباب، بيطلع عندكم شفتوا شي خطأ، انتبهوا لهيك شغلات. بيطلع عنا يا شباب ال H2 33.04 كيلو جول بير كيلو جرام. تمام، هلقيت بعد ما يطلع عندي هذا الجواب ايش انا عارف انه عندي في 2 شو بصير عندي في 2 يا شباب، انا خلص متخيل الشكل انه بصير عندي بس هيتينج. فبالتالي هلقيت انا عارف انه انا ال W عندي ثابته، فبالتالي انا عارف اني بروح هيك بشكل مستقيم. طبعا شو اني بتعرج هيك مش بايدي برجف. طيب ما علينا، عند 35 هنا تقريبا 35 34 هنا تقريبا نقول، فايش حننزل هنا 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 تقريبا يا ولدي تقريبا هنا تقريبا هي هنا. فبالتالي هذه عند كم تقريبا؟ تقريبا 19 او 18 8 حاجة زي هيك. فبالتالي انا هيك عرفت هذه وعارف انه W2 بتساوي 5.5 ضرب 10 او السالب 3، ومن خلال هدول بدام عندي معلومتين، طول ما عندي معلومتين بقدر اجيب الفاليو. فبالتالي هذا تقريبا 18 9 سلسيوس. طب الفاي 2 هات نشوف الفاي 2 لان نسيت اجيب الريلاتيف انا. طيب هنا تقريبا 40 الا شويه، يعني يمكن 40 الا شويه تقريبا 40 الا شويه هي 40 الا شويه تقريبا 39 38 8 حاجه زي هيك. يعني الفاي 2 حتطلع 39.2 مثلا تقريبا في المية. تمام هيك هندسات هيك تمام، يعني هيك السؤال انا 100% خلصته، هيك السؤال 100% خلص. تم شيء تي ويت بان الناسز. تمام خلص. يعني هيك بشكل عام خلصنا. صبر هات نشوف ايش جبنا من متطلبات. الريت ادد هي ضفناها اللي هي الام دبليو، هيت اللي هي الكيو، الريلاتيف هيوميديتي اللي هي فاي، والليف سيت سكشن والتمبريتشر اللي هي تي جبناها. خلص بيك بكون حلينا السؤال. يعني هذا ممكن اصعب سؤال ممكن تلعبه فقط لا غير. في عندكم مثلا لو تحلوا هذا السؤال، سؤال 86 جربوا حلوه من حالكم، لكن في سؤال 93 وفكرته بسيطة لكن بس ايش بتعلق على شغلة فيه وخلاص. طلع هنا بقول لي air enters evaporative cooler
ماشي. ات وحده اتموسفيرك 36 سلسيوس 20% اللي هو هذا ريلاتيف هيوميديتي، بده اكيد بدام 20 اكيد بده يرفعها هاي، بس بده يرفعها ل 90 ديترماين ذا اكزيت تمبريتشر والامور هذه، وبده ريكوايرد ريت ووتر سبلاي اللي هو ام دبليو بده. تمام. في هذه يا شباب، في هذا شباب انتبهوا، في حالة زي هيك بدم فيش هيتينج ولا بس في هيوميدفاينج وبس، اتذكروا شغلة معينة اللي هو التي ويت بالب 1 حتكون بتساوي التي ويت بالب 2. بس هاي الفكرة الممكن يعني تواجهوا انه ليش هيك، بس يعني ليه كيف بدي اجيبها او عن هو اساسا. اما الباقي الحل، باقي الحل زي ما حلينا احنا في السؤال اللي قبل، وبرضه زي الامثله معاكم، بس انتوا جربوا حلوا على هذه او شوفوا الدكتور شو حل على هذه. تمام. يعني بس هاي بشكل عام، هاي هذا السؤال شكله مهم، شكله مهم، بس والله ما انا حاله صراحه، ما حلتوش انا، مش ما انا حاله يعني مش عشانكم، بس القصد انا مش حاله صراحه عشان هذا حل سؤال 79. بس شوف 86 شوف شكله حلو والله، ما بعرف بس مبين انه كتير. شوفوا هذا السؤال يعني حاولوا تحلوه. ايش في كمان عندنا؟ في سؤال برضو انا حال 79 في مزنتي 79. شوف قول 79. اوه 79 79 برضو كبير وحلو، بس لكن نفس فكرة هذا شباب، نفس الفكرة هذا. هيك بكون شباب احنا خلصنا المنهج وخلصنا معاكم المناقشات. طبعا شابتر 8 اللي هو الاكسيرجي الدكتور مو طالبه منكم، فبالتالي ملغي هذا الشابتر للتخفيف عنكم وعشان يخفف علي. الحمد لله هيك، الحمد لله رب العالمين، بكون زي ما بقول الفراق عيد. لا انكسبوا شباب يعني، بس يعني هيك بكون الحمد لله انجزنا ما علينا في المنهج، وان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق. يعني صراحة دفعة ما شاء الله عليكم، دفعة مميزة الحمد لله كانت معانا، لكن مع الأسف يعني الانطباع اللي اخذوه من الدكاترة عنكم في الفصل الأول يعني شوية هيك ضر فيكم، لكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله في بعض الشباب مميز جدا عندكم، فبالتالي الله يوفقكم جميعا. ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في مراتب اعلى وفي مناصب كويسة وبرا كمان اذا ربنا اكرمنا واكرمكم. بهيك بكون خلصنا منهجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.